فوضى هديني فوضى وهلأ بدي كل حكاية. بتمزعل المفتاح معي ليش فتنا من الشباك؟ اي والله لك ما تبلع الضحكه. لا تستحي حبيبتي خذي راحتك، لا تستحي بيت بيتك. اي لا تهلك الهمي انا ما بستحي عنك، اخوات على بعضنا. اي والنعم والنعم من هيك اخوات. سيها روحي انتي، هاتي عنك هاتي عنك، خذي راحتك خذي راحتك. اي وطي صوتك لقوم يسمعونا الجيران هلا. هاتي هاتي لك جيران. شو حبيبتي ما في جيران، الجيران كله راحوا يسهروا. راح يسهروا؟ ايه لا تقلي راح يسهروا يقضوا عيد راس السنة يجروا الهواء. لك دخيل الهواي انا قصدي جزر الهواي. لا حبيبتي هدول ما راحوا على جزر الهواي يسهروا. لكن لوين راحوا؟ حسبي على جزر الكناري. لك دخيله الكناري والحسو والببغاء والورور ودخلك يا طير الورور ودخلك حبيبتي درغليني مثل الكناري. يعني شو بدك يعني غنيلك؟ ما لأ ما تغني لي بعدين، المهم بدي أقول لك هدول الجيران ما راح يسهروا بجسر الكناري. لك وين راح يسهروا؟ جسر فكتور. عم بمزح معك عم بمزح معك. هدول راح يسهروا على أطلال فكتور. Thank you.
يعني لو ضلينا بالمحل نحن سهرانين ما كان احسن من هالقعده بين اربع حيطان. لك لا حبيبتي لا ما ظريفك، يعني ما بحب هذيك المحلات اسهر فيها انا. هون حبيبتي هالاربع حيطان عم تحكي عنها محبوسه جواتها قلبين هيك صغار حلوين عم بيكاغوا مع بعضهم البعض. انتي شو عجبك البيت؟ بيتك حلو جميل. جد؟ انت ساكن فيه لوحدك؟ لا لحالي، يعني قصدي يعني لحالي ولوحدي، يعني لحالي مو لحالي. شو حزورة القصة؟ لك مو حزورة، لك مو حزورة يا روحي. بدي اقول لك يا انا يا عم يعني لحالي انه انا لحالي بالبيت، ومو لحالي يعني انه في جيران وما في جيران. كيف يعني هي صارت انا ما فهمت؟ ها رح اقول لك اياها شلون. يعني حبيبتي صحيح حوالينا ما في جيران، بس مقابل البيت في دربة مقبرة. شو؟ مقبرة وأمم من الأموات. مقابل البيت في دربة؟ أنت جايبني لهون؟ شو حبيبتي ليش كل يوم بطلع على البلكون بصبح ومسي عليهم؟ ليش كل شو بعدين؟ ما ضالة ولا دقيقة بكلمك. لك طولي بالك عرفت؟ ولا دقيقة. لك روحي عمالك شوي، أنت معي لا تخافي، بعدين أقول لك شغلة، بس أقول لك شغلة. حبيبتي دربة دربة. هلا شو بكي؟ شو قلت لك فبي؟ انا شو قلت لك جن ولا قلت لك ابو الهول ولا قلت لك زلزال؟ يا روحي يا عم يا عرف هيك ما خبرتك. شو بكي لا تفكسينا العاده؟ انا بكره اسمع كثير وبخاف، انا بخاف اساسا بخاف. لا تخافي يا روحي خليني خليني. لا شو بكي عادي، بعدين تعال قلي قلت لك شيء مروز عليه. يعني ماني خايفه؟ قلي لي ماني خايفه. اضحكي لي اضحكي اضحكي لي كمان تغيير الضحكة. أحط لك موسيقى ندرس عليها، شو رأيك؟ تكي وراجع لك، لا تخافي أنا جنبك. لا تخويها عادي 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 عادي. رايح أحط لك موسيقى أنا. شو بك يا حبيبتي؟ ليش ما عم ترقصي معي طيب؟ مبسوطين ليلة راس السنة؟ أنا بعرف أرقص أجنبي أنا. بتعرف ترقصي أجنبي؟ طيب شو حط لك أي غنية ترقصي عليها؟ الشرقي. شو غنت؟ عربي شرقي. شلون شرقي؟ يعني شرقي. شرقي؟ رحت لك
شبك حبيبتي؟ حلوة أي رأسها؟ صار ساعة من دق الباب روح شوفي. دق الباب؟ عم أيمن وصحيح؟ مين يلا الله اهلين 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 تفضل تفضل ماشي تفضل سيدي تفضل شرف اهلا وسهلا رام سيدي يا ابوي مازال عفوا عفوا سيدي ولك منين بده يجي الخير ولك ولك منين بده يجي الخير طالما في امثالك؟ لعنت الله على طولك وامثال هالعينتين القمر المسيونه مثل نحسة القشطه. لو سمحت يا اسطى يا سيدي لو سمحت خلي حديثك معي. وين المشكله يعني وين المشكله يا اخي؟ المشكله انت قاعد هون تغني وتحط المسجل والاستوريو وواصل الصوت لاخر معمر الله. بس يا سيدي عدم مؤاخذه انا ببيتي وعدم مؤاخذه مره ثانيه انا ومرتي سهرانين براس السنه من علي على كيفنا موطي على كيفنا ما عدلوا عنا شيء بعدين جيران ما في يعني عدم مؤاخذه اي هسه هذه مرتك نعم مرتي صاحب البيت نعم انا صاحب البيت ليش مين الهبيل الاخوه اللي قال لك انك انت عم تزعج الجيران كانك شو جاي سيدي عم تقول صوت عالي وصوت واطي لك انا شو جاي انت ولا شو الاخوه انت قاعد تزعج الاموات بيمزح كتر الله عليك ولك اكمل اللي قدك اتجوز ولك وصار صاحب بيت وعنده ثلاث عيال قاعد تحط ايدك على كتفي انا صاحب بيت وهي مرتي شو بعدين ازعج اموات يعني شو قاعدك خدلها سيدي ولك انت ما سمعت بالتهمه اللي هي ازعاج الاموات ها في التهمه اي اسمها ازعاج الاموات اي هذا مخالف للقانون التهمة جديدة مخالف فيها القانون انت هسه عم تزعج الاموات واني بدي اعتقلك تعتقلني سيدي يا شباب طول بالك طول بالك امشي ما تسد امشي تفضل هذا بند جديد يعني؟ اي هذا قبل قطع النفس ولا بعد؟ قطع النفس؟ اقطع نفسك وانقلع من وجهي ولا قبع قبع غاد هسه قعد طيب سيدي بس كلمة عن فراق خليكي شوي حبيبتي انت روحي ارتاحي قول لي انا رضا عليك لا تفزني السهرة اول مرة رح عرسان جدت عرست اللي ازعاج قانون مو ازعاج القانون ازعاج الاموات هذا قانون قلت لي ايه طيب سيدنا بس نفس شوفي نادية من اغي موت ايه 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 كيف لا منيح شلون هلا هسه في هيك شيء اسمه ازعاج يا شباب تعال شحطوا انت قاعد لابسي اسود وابيض كيف هيك ايه برايكو هي اهم من راحه الاموات أستاذ نادر
الو صباحو. بلا حبيبي اي ساعه طلعت من البيت؟ اي ماشي ماشي اوكي. لا ما بدي شي يجي معك اكل جاهز. ما رح اطبخ شي. لا ولا ريم رح خليها تطبخ. اي ما دخلني. بدك تجي وقت الغداء وتجيب اكل جاهز. يلا دير بالك على حالك. باي ريم. تفضلي. يا طال عمرك شو مقرفه يا طال عمرك. بدك تقرفيني حياتي وعيشتي انتي. ليه على مطرح ريم؟ تعي لهون. مريني. اي ساعة طلع نادر بيك من البيت؟ طلع الساعة 9. 9؟ ايه. وكيف طلع؟ من الباب. هالجد؟ ايه. ابعرف طلع من البطيخ. ايوه. كيف طلع يعني؟ شو لابس؟ شو حاطت بارفان؟ ايه. لابس شيك. لابس بريدو. لابس برجله كان. ايه لابس برجله. ايه لا تبريم شي منها. ريم نقلعني خلقتي. ريم شفي شفي. يقطع عمرك يقطع عمرك كيكي. خلاص ريم خلاص. وما عاد اتحملك انا. لا ايه كتير. إيه لا إذا دقيت له منهم جوز يدق نادر ويلاقي مشغول. ألو. هاي حبيبي. منيحة أنا مشتاقة لك. جوزي. أنا بحياة الله عم تسألني عن جوزي. شيلني من سيرته. اي بكى حبيبي جوز جرابات هذا من جد. اي لك كان لك انت رجال اللي عندي رجال تقبل قلبي. اي او انا كمان مشتاقة لك. نخلص حبيبي بكره. لا ليش بكره؟ اليوم اليوم بدي اشوفك انا. ايه اوكي ماشي حبيبي تقبل قلبي. ماشي حبيبي يلا باي باي. انا كمان بحبك. خلاص باي باي. يا ريم يا بطيخه. يا ريم يا زفت. ما بالعيونك مدام. وينك انتي؟ طرشانة طرشانة؟ لا لا مدام بس كنت خلاص 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 روحي اعملي لي نسكافيه. خلاص احلى دواء العيون. ريم حياتي. اسف مدام. روحي تحممي بعدين اعملي لي نسكافيه. حاضر. رفيق جننتيني جننتيني. انتي ونادر بيك. يا ريم يا ريم يا بطيخة يا زفت. الله يصبرني عليك. الله يصبرني. ليش منام؟ عملي لي نسكافيه. احلى فنجان قهوة لعينك منام. ريم تعي لهون. نعم منام. قلت لك عملي لي نسكافيه. ايه حاضر منام. يلا على عمري ما اقرفك. تتحملك انا ما بعرف. ايه شو هالقعده هي؟ يسلم لي هالوش ابدا. دخيله لك يا روحي. انا كثير 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 فتنت كل محلات الازهار والورود. جيب لك ورده ما لقيت.
ما لقيت لانه في اجمل ورده بالعالم وعلى الوجود موجوده عندي بالبيت اللي هي سموكي. حبيبي كانه صاير تقرا كثير من زهر قباني. لا يا عمري لا، ليش انا بتحكي هيك؟ ليش عم بحكي هيك؟ كنا مستغربه شوي شوي هون كلامك، مو كثير شوي. لك يا عمري، لك انت وردي وانت قمر وانت حياتي وروحي. يا علي معلمي، كل يوم رح اسمعك اجمل كلام الغزل لشهرين. مش معنى شهرين يعني؟ لا قصدي يعني كل شهرين. كل شهرين رح ارجع. الله يوفقك، الله يوفقك يا ريم. اول شيء انا ما قلت لك بدي عصير، هي اول شغله. انا قلت لك بدي نسكافيه. ثاني شيء لك يخرب بيتك، حتى لو طالبه عصير بتشربي منها. ما شفتني وانا بلعب، بس مش عم تنكبر. شو ما تنقب هيك؟ لكم شو ما تنكب؟ عشو ملا؟ شو بلا بيدي هون؟ ريم! ماذا تفعل؟ تعي لهون! انت شلون بتفوت بدون اذن؟ بصراحة استعزي يعني كنت بجيب القهوة للمدام. انقلعي يا ريم، بتعدي بالمطبخ! صوت ما بتسمع، فهمتي؟ هذا بس انقلعي من خيتي! انا كنت قابل! انقلعي! لهم خلقتي بقى! يا روحي هدي 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 ريلاكس. هدي عصبتني 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 كثير. ليك ليك عم بشوف انا حبيبي. الورد ما بيعصب، القمر ما بيعصب. ايه ما قلت لي ايش معنى لشهرين بس؟ لا يا عمري مو لشهرين، يعني انا قصدي كل شهرين رح جدد كلام الغزل، يعني انت كل يوم عم تحيا عن يوم، عرفتي كيف؟ فانا مضطر جدد كلام الغزل مشان ضلني احبك اكثر وتحبيني اكثر. اكيد حبيبي، ما بدك تتغدى؟ لا لا ملحوعة ملحوعة على الغداء، يعني خليني حابب هيك اقعد انا وياك ونشرب فنجانين قهوة. ايه؟ اي حبيبي اي. اوكي. ريم! يا ريم! يا زفت! تفضل امسك. لا لسه ما عطستي، انت كمان بالعادي بتعطسي. صحيح استعزي. ايه يلا عطسي. الله لا يوفقك، الله لا يعطيك عافية. حطي حطي القلعة القهوة. هون ريم. شو هالريم هاي؟ انا عشو وصيتك على قهوة ملعب صاوي بس. انا وصيتك على قهوة ريم، لا تخليني لا تخليني جن عليكي. لا ملعب انا وصيتيني على عصير عصير مدام. لا شاي. لا ساندويشة جبنة فعفو ملعب. لك يا ريم انا بحسرك، انا بحسرك انا ريم. روقي 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 روقي. شوفي بي شو بتقلك بتجيبيلها بالحرف الواحد؟ طالع نازل حكي ما بدي، زياده تبعي ما بدي. نازل طالع. انتوا بالله على هالبنت. شو بدك نسكافيه؟ الا جيبي لها نسكافيه. نسكافيه. ربع كافيه ولا ربع كافيه؟ حبيبي شو هي؟ غير لك اياها؟ لا لا حبيبي معلش، صار له سنتين حنا وانا متعوده عليها. ايه روحي. بدنا نشرب نحن وياك فنجان قهوه، بس انا رح ساوي قهوه، هي ما بتعرف تساوي قهوه، شوي قهوه عندك شيء لسه هالكتني. والغدا مرفوع علي، انا عازمك اليوم على غدا برا. لا حبيبي اجلها، يعني هيك انا لازم لي كم غرض من السوق جا عبالي اطلع جيبها. مضطر اليوم؟ اي بالسلامة. طيب طيب والعزيمة طيب. عندك ربع كافيه، في ثلثين. ثلثين؟ يعني هذا اثنين في شنطة واحدة بس ما بعرف. هو 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 صح. روي يا حبيبي الله بيفرجها لهيك خدامي. لا خلص روي يا روح. انا رايحة السوق. لا 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 طولي بالك. يا ريم! ريم! يا زفتي! شوفي وليه؟ فوتي حميلي الحمام اللي يتحمى. لك شيلي ايدك لنا من خلتي. فوتي. مو ظابطين ايش في شعر، روحي لنا من خلتي. حمي الحمام وليه؟ انا استاذ. لك روحي. اما شو هالريم هي؟ خلينا برواقنا نحن نشوف لوين بدها تروح سمورتي. سمار يا سمر. كأنه ما رجعت من السوق. أحسن.
الو. ايه حبيبي كيفك؟ مشتاق لك. لك حتى لو شفتك الصبح مشتاق لك، والله مشتاق لك. يعني اذا ما بشوفك كل لحظه انا ما بحسبك عمري، عرفت كيف؟ اه شو عم تساوي؟ اه لا لا ما في حدا، مقبوله بالسوق. ايه لك كمان انت مقبوله بالمطبخ هون، ما هو ما بعرف مين. كيفك انت؟ لك قصيدي؟ لا مو هلا. قولي لي انت شو عم لك. ايه يسلم لي الصوت انا. يا عمري انت ما لك خلص قلت لك منين شهرين فاتت صبت كل امور. لا لا فايت فيها هلا باب الغزل. عم غازلها؟ لا اشري اشريها بدهن اشريها. عم غازلها؟ ايه مع مين عم بحكي؟ ما حكي روحي. لا ما في حدا ما في حدا. ايه يا حبيبي؟ لك لا احلى فوفو. ليش هالوسخون خي ضبي هي؟ لك لا مو انت حبيبتي مو انت. مين؟ ما اهلين ابو ايه ابو اسماعيل. ايه وين فادي عندك؟ سلمني على بسلم عليك ابو اسماعيل ريم فادي فادي فادي. خلاص خلاص بالضاعه بالضاعه روح له شيء بالضاعه راح اوصل لك اياها اليوم. لا تتاخر الله يرضى عليك لانه دور التجار هلكونا. اي اي حبيبي اي الله معك الله معك. سلمني عليك. انت من انت هون؟ انا مو هون. اه مو هون؟ لا هون. شو عم تساوي هون؟ قوم من العين خليتي تقول البرتاني علي الطلاق يا تاكل علي الطلاق. روحي احلى ما بقيت فيها. قوم من خليتي هذا رفع ريم. نعم اكويل الطعم السكري ايمو السكري ايمو بحيا السكري 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 سمعتوه سمعتوه يا اهلين يا اهلين. شو هالقمر اللي فات؟ شو هالضو اللي فات؟ ها مستملي الوش انا. شو تعبانه؟ متضايقه. شو شكلك مو جايبه شيء؟ وين الغراض؟ ما في شيء حلو بالسوق. ما عجبك شيء؟ ما عجبني شيء بمستوى ثيابي انا اللي بلبسها ما عجبني شيء. يلا خير خير انا بكره بوصي لك لبرا بجيب لك شويه ماركات. انت بتحب الماركات ما هي؟ اي لك انا حبيبي على عيني. تشرب قهوه؟ يا ريم يا بطيخه لا طيب تعبان انا بعيد. ريم هذا رفع. وين مدفوسة انت؟ وين مدفوسة؟ وين مدفوسة؟ بعد بيجي بس كان ال شو كان ال نزل غيار نزل غيار صار يقرح معك الغيار بالطبوع. يعني كنت مشغولة بدعم مشغولة مشغولة بشو؟ تفضلي يقطع عمرك يقطع عمرك يا ريم يقطع عمرك. وين بدعم؟ طيب كبية تفضلي. كان يحكي مع ابو اسماعيل. ايه ابو اسماعيل هذا مشان شويه بضاعه موصين عليهم تاجر. قال له جيب. هلكني هلكني هذا بحبه كثير ابو اسماعيل. بحبه لابو اسماعيل. ايه بحبه لابو اسماعيل. ريم تعال لك نسكافيه بدك. ايه تعال 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 هلا ابو اسماعيل هذا تاجر يعني انا بجيب انا وياه بضاعه ونعطيه للتجار هذول التجار هلكونا. يا عيب الشوم عليك يا استاذ. لعب الشوم على مين؟ عليك ابو اسماعيل. جيب النسكافيه للمدام روح روح روح. ابو اسماعيل شو هذا ابو اسماعيل؟ هذا ابو اسماعيل مصينا واحد على شوية امان متاخر في يوم عرفت كيف؟ هلكونا التجار بدهم اياهم يعني بتعرفي الموسم بلش وال اشوف القهوه اذا غلت والله ما بعرف. ايه لا معلش حبيبي ريم بتشوفها. اه ريم بتشوفها. ايه ريم الله يا ريم. انت ليش يعني ما كثير تعبان شكلك ما عندك حبيبي فايت الحين اسماعيل تاخر اسماعيل. اه اسماعيل تاخر ابو اسماعيل تاخر. لكيف؟ معلش معلش طولي بالك عليها طولي بالك عم تنظف البنات. نظفي 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 يستمعوا لي صحة وانا بدك شي مدعم؟ تحكي مدعم ابلش مدعم ان شاء الله هيك تضلك تضحكي على طول يا سمور. يا عمرك يا ريم شو بتضحكي؟ ضحكة بس غليظة انت احيانا غليظة. روحي انخلقتي يلا ساوي لي النسكافيه. قهوة مدعم؟ لا نسكافيه يا ريم نسكافيه يعني هي نسكافيه تيجي طعمتها مرة عرفتي كيف؟ مرة؟ ايه نسكافيه مرة قهوة مرة. ايه مرة 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 حبيبي شو رايك نغيرها للخدامة؟ لا حبيبي لا لا مو عجبتني الجواب انا يعني بتقولي لي نسكافيه بتجيب لك قهوة بتقولي لي قهوة بتجيب لك كابتشينو ما بعرف يعني انا ما بستوعب. ابو اسماعيل على التليفون ابو اسماعيل على التليفون. لا
اسماعيل على ارضك. وين هذا الارضي؟ مش عارف. حط الثاني، حط الثاني. ابو اسماعيل ابو اسماعيل رد علي. انا برد. شو انت يعني مو اسماعيل؟ يا ابو اسماعيل اسمع. شو الثاني؟ ابو اسماعيل على الخط الثاني. ايوه شو القصه؟ يا الله يا ريم ما قلبي. الله عليك يا ابو اسماعيل. قال دق لي هلا على الارض جوا حكيت. قال وصلت للضاعه فانا مضطر انزل بعد الظهر مش هشوفك. عرفتي؟ اي حبيبي انزل. اي انا بدي انزل يا ريم. تعي يا ريم. شوفي يا ريم انا بدي انزل. الطعم السكري جاهز؟ اسمعي جاهز. الطعم السكري طق بالباب. السكري سكري. ما شاء الله ما شاء الله عليك. شوفي شو بدها المدام بتلبيها. حاضر استاذ. بدك ايه؟ ولا سمعت استاذ ولا شفت ولا كنت تحكي موعد ولا ريم. قلتي شي حبيبي؟ لا 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 نازل. بدك شي حبيبي؟ بدك شي؟ لا بس غير ثيابي وروح. يا ريم يا بطي خطركيني اغراضي اذا بتريدي تركيني اغراضي. نسكافيه عدم احلى قهوه لعيون. ريم يا ريم يا بطيخه ريم الزفت. على فكره انا بدي قهوه. قهوه؟ اي سكر ولا سكر؟ قلنا شو هلا منقلك قهوه بتقولي نسكافيه، منقلك نسكافيه بتقولي قهوه. لا قلنا لك قهوه قلتي قهوه. هسه عم اجيب لك كلبشينه. آدم يا حبيبي. يا حبيبي اكيد على وعدنا. بس انت لساتك على الموعد؟ ايه راح راح. شفته؟ يا عليك ناطرني تحت. عفوا حبيبي مو ناطرني، ناطر تليفون. ايه يلا اطلع اطلع. ولا قلك استنى ليك خمس دقايق وطلع بس لارض خريم. ايه هي ريم الزفت. ايه عيّر خمس دقايق وطلع. يلا باي حبيبي ناطر طار. وانا كمان يلا باي. ريم يا زفت. يا ريم يا بطيخة. حاضر مدام. ومريم ريم لازمني شوية اغراض من السوق. بدك تنزل تجيبيهم؟ لا روحي انت جيبيهم. شو ليه؟ حاضر بس غير ثيابك. اي تعي لهون مفتاح تغيري ثيابك. العريس مو ناطرك على الباب. مو ناطر على الباب؟ لا مو ناطر على الباب. بروح. اي ليكي بدي باذنجان، بدي بندوره، وبدي بقدونس وكزبره. بقدونس وكزبره ها مو تجيبيهم يا بقدونس يا كزبره. بقدونس وكزبره. اي وبدي كزبره وبقدونس. ايوه بقدونس. اي وبدي ريم. نعم. بدي دجاج من عند هذا المحل عرفتيه اللي بالحاره الثانيه. عيطك اكيد. ايوه من بعيد عرفتي؟ عرفته من عنده بالدجاج. يعني هسه بقيت بخمس ساعات يا مدام. اي معلش معلش حبيبتي كرمال. اي يلا لا تطولي. لا ما بطول. سلام عليكم. شكرا. جاي يا حبيبي. بكره عندك تسميع. امزح معك يا روحي دخيل الضحك. هي الورده ما بتحمل ورده بس هيك قلت انا مشان تزيديها عبقا تزيديني. ميرسي حبيبي. حبيبتي شو اسمك؟ بدي اقول لك شغله. ليه؟ هيك يا نفيرة انا سعيد لك. ما تفهميني غلط. حبيبي لا انا افهمك غلط. لا تقبر قلبي. خليني اشوف شغله صغيره. ايه
أجاب بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت أخذ فلوس معي. شو هذا منك؟ ريم حبيبة قلبي. أهلين أهلين. حياتي ريم. مش أنا ما قلت لي؟ لا ما قلت لي. ريم قصدي ايه ريم ريم مو كان الغسالة عنا عطلانة فهذا الكهرباء ايه ايه صلحت مع الغسالة شو زبطت معك الغسالة؟ لا لسه شوي البرغي ما عم بتضخ مي مسكرة المضروبة المانعة تبع الكهرباء عم بتكنتك عم بتكنتك انت عم تصلح؟ ايه عم تصلح ليش قاعدة تلحمس على الغسالة؟ لا ما عم بتلحمس ما هي ما عم بتدور يعني بس انا عم حاول دور دارت لا لسه ما قصدي يعني لا يعني شوي تصليحات مين شو اطلع برا عفوان اطلع برا يا شل هي ريم اخت مثل اختي ابدا عظيم اخوات احنا اي ما شاء الله الله يخليكم لبعض الله يسلمك نحن يعني ما بتتخيل نحن هون عايشين مع بعض بالبيت مثل اخوات يعني صحيح الساتلايت صار تمام امور شغال صلح ساتلايت لك ما هو يعني عليك صلحها صلحها مشان تتفرجي على صلحها مدعم على الاغاني اللي انت بتحبيها ايه بحبكي فيه يقطف لك واردة يقطف لك واردة ايوه هي شاردة وانتي شاردة ما شاء الله شو الصوت عرفت ريم حنوني حنوني حبيبي تسلم سلمي ريم فعرفتي ام هو صلح الغسالة وصلح التلفزيون هم كل هذول بيعطوا اللي بيحتاج بيوصل فيها الفلوس بيوصل فيها الفلوس بيوصل فيها الفلوس بيوصل فيها الفلوس عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت بدنا نوصل رسالة شو اللي غير هالحالة وبدي تكونوا معاي أنا بدي تكونوا معاي فوضى هالدنيا فوضى وهلأ الحكاية هالمسرح صاير موضة اللي رايح واللي جاي هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت وينك انت يا فنان مسرحنا صاير